اول مره وحيد قال لك فيها بحبك او عزف لك يعني كان ايه تفاصيل؟ مرة عزف لنا كان هو تحت البيت دي اللي تحت البيت ده كان اوكي يعني خلاص قال لك ان هو بيحبك وكده هو كان خلاص حصل خلاص اصلا الارتباط حصل اوكي بس بقى كان تلميحات في الاول هو ما كانش صريح يعني هو كل ده وما كانش هو كان عايز يعرف برضه رد فعلك بالظبط صح؟ هو من النوع اللي هو ايه في الاول يعني هو في حاجه وانا متاكده ان في حاجه بس خلاص براحتك انا خلاص انا برضه ما فيش حاجه اصلا هناك لما تقول يعني بس بقالنا فتره كبيره اصلا على ده فعلا فكان يفضل رايح جاي في الاوضه يدندن حاجه معينه في وقت معين انت تاخدي بالك بقى هو قصده ايه وزمايلنا بقى اللي معانا في الاستاف كلهم فاهمين قصدي ايه طبعا انت اكيد من جواكي مبسوطه جدا طبعا طب خلينا نشوف فيديو معانا فيديو وحيد بيعزف لك تعالي بقى نفرج الناس عليه ونشوف المشاهدين هيقولوا ايه يلا بينا يعني زي ما شايفين كده في الفيديو في مطر وواقف يا عيني ماسك الشمسيه البينك وواقف بيعزف لها والدنيا الحمد لله الحمد لله الله اكبر الدنيا لطيفه جدا يعني الحمد لله ايه اللي يخليك تعمل كده يعني ممكن تعزف لها بس في يوم عادي مشمس ليه او في المدرسه مثلا مثلا يعني بدري جدا يعني إيه ده؟ كان الصبح بدري قوي يعني احنا كنا في البيت واجازه وبدري يعني أيوة كان الساعه مثلا 9 الصبح يعني انا اسالك سؤال هو ما قالكيش انه جاي لك هو فاجئك فاجئني لان انا عزف من انا لو احنا عايزين ننزل خلاص ما فيش نزول اصلا بقى انا كذا يوم بسبب المطر والمطر والاعصار وفعلا الدنيا كان صعبه جدا يعني حتى هو في الاخر طلع 8 ادوار على رجله لان الاسانسيرات طبعا ما ينفعش اسانسير يشتغل في الاثر ده بس فانا لقيته جاي والفكره ان انا مش انا اللي صورت انا بقيت واقفه مستخبيه تحت كده اللي هو كاني عامله مصيبه مع انه خطيب يعني بس كنت يعني محرجه جدا لان الناس ابتدت تفتح البلكونات وفجاه العماير كلها بتفكروني فيلم تامر حسني عمر وسلمى ايوه والله تحت البلكونه انا كنت اتخيل اصلا الموقف ده يحصل يعني معايا او ان هو او كده كنت فاهم ممكن اتريق على فكره لما اشوف فيلم زي كده او الكلام ده فبقيت مستخبيه جدا وعماله اضحك ولحد ما طلع مفيش فيديو ولا في اي حاجه انا نفسي ما فكرتش من فرحه اصور فيديو اوكي فجاه لقيت ناس هي اللي صورت لقينا بقى ناس بيكلمونا اصلا بعديها بساعه من اصحابنا الفيديو ما ناسي ايه ده ايه اللي حصل ايه اللي حصل طب ابص لهم انت عملت ايه يعني مين صورك ولا ايه اللي حصل دخلت لقيت بنوته اسمها غاده اللي انا عرفته في الاخر ان هي جارتنا يعني بس انا ما اعرفهاش ان هي كانت جديده في العماره اوكي وهي اللي صورت حلو والله وصلت لكم اللحظه دي جدا انا يعني اتبسطت جدا اللي هو يعني انت يا جدع جميله قوي عايز اسالك سؤال يا اسراء معلش جاب لك هديه مع العزف ولا عزفك بس هو كان الكبير ما كانش فيه اصلا اليوم ده ما كانش فيه مناسبه ايوه ده هو رايح عادي كده لا في العموم يعني في العموم في اليوم ده هو كان دايما الشوكليت دي حاجه اساسيه في حاجات معينه بحبها ما في حاجات البنات بتحبها ما الشمسيه البينك تكفي لا لو سمحت يا ماما تجيلي بقى لا لا حاجه مهمه جدا وقبل الخطوبه على طول يعني فتره قليله جدا كنا في معسكر وفتحت الباب يعني بتاع الاوضه بتاعتنا كان ساعتها في توليب بتاعي ايا كان لقيت دبدوب كده فيل انا بقى اول مره برضو يحصل معايا الموقف ده هل ده بيدل على حاجه وحيد صح موضوع الفيل كان صغير كان شويه عندنا حاجه خالص ها لا كان صغير شويه على فكره ما كانش دي بقى اللي كانت انا قفلت الباب بسرعه ببص لاصحابي اللي معايا ما انا معايا في الاوضه اتنين زمايلي وزمايلي جدا بقى فاللي هو ومفيش حاجه كل يقول لي انا حاسين ان هيبقى فين بينكم حاجه واحنا فعلا مفيش بينا حاجه نهائي يا جماعه والله ما في حاجه ايه بس الهديه فلما لقيت الفيل قدام لا كده في حاجه